تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نصبح عليكم بالتفاؤل وصباح السعادة، ويوم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء محمد الهاشمي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب وأصبح على الدكتورة هند العوضي. صباح الخير دكتورة. صباح النور عبد الله. يا مرحبا وسهلا. وأيضا مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600-55-14-14، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما، نحب نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. دائما نقول لبس الكمامة في الأماكن العامة، وأيضا غسل اليدين بشكل مستمر، وترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين. نستعرض معاكم مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ونبدأ دائما بالأخبار المحلية والعالمية. واليوم عندنا خبر تحت عنوان أفضل المكملات الغذائية للوقاية من الأكزيما في فصل الشتاء، وأيضا خبر آخر عن ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يهدد بالسكتات الدماغية والقلبية. ودائما عندنا فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها، وفقرة مستجدات كوفيد 19 وتحت عنوان كوفيد 19 والإنفلونزا، وبتكون معنا إن شاء الله اليوم الدكتورة هند العوضي اللي نستعرض معها هذا الموضوع. وأما مصطلحنا الطبي لهذا اليوم متلازمة الطفل الأزرق أيضا، وفقرة التغذية تحت عنوان وجبات صحية خفيفة للمرضى المصابين بداء السكري، وآخر فقرة اليوم فقرة التقنيات الحديثة تحت عنوان تقنية للكشف عن خطر الولادات المبكرة. نرجع مستمعينا الأعزاء وأخبارنا المحلية والعالمية، وأول خبر عن ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يهدد بالسكتات الدماغية والقلبية، وبتخبرنا أكثر الدكتورة هند. جمعية القلب الأمريكية توصلت لبحث جديد يقول أن الأشخاص اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية في المستقبل، ولا سيما فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم عندهم في معدلاته الطبيعية أثناء النهار. وجاء في المجلة أن جمعية القلب الأمريكية الأخصائيين عندهم عادة ما يستخدمون قياسات لضغط الدم داخل المكتب وأثناء فترة النهار لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع وضغط الدم وجرعاتها، إلا أن الكثير من المرضى قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم الغير مكتشف أثناء فترات الليل، أو بمعنى آخر ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم. وقال كازومي كاريو المؤلف الرئيسي للبحث وأستاذ في طب القلب والأوعية الدموية بجامعة ييتشي الطبية في اليابان أن هاي الدراسة توفر معلومات أكثر عمقا بشأن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي والأنماط الظاهرية المختلفة لضغط الدم أثناء الليل. طبعا هذا البحث جدا بيغير من نظرة الدكاترة لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. صحيح، شكرا دكتورة هند. ومستمعينا الأعزاء، بناخذ فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع زميلتنا أسمى الجناح. اختي أسمى صبحت الله بالخير والنور والعافية.
صبحكم الله بالنور. سرور اخي عبد الله عليك وعلى دكتوره هند وعلى كل المستمعين اذاعه نور دبي. يا مرحبا بك اختي اسماء. ناخذ جوله في قنوات التواصل الاجتماعي. امس كان هناك خبر يقول بالتعاون بين صحه دبي وشرطه دبي يمكن تقديم طلبات الحصول على اعفاء من ارتداء الكمامه في دبي لاسباب صحيه من خلال موقع dxp.gov.ae، وستقوم اللجنة الطبية العامة في البلد بخصوص هذه الطلبات خلال 5 أيام. المبادرة لبعض القائمة من أو لعدد من الأمراض، وهي مذكورة أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة. نتمنى من الجميع أن يدخلون حساباتنا فيسبوك إنستغرام سناب شات وأيضا تويتر. الأمراض موجودة، إذا حد يعاني من هالأمراض ممكن يقدمها، لكن نحن نبغي أن نقوم في ملاحظة. صح أن مثلا منح الإعفاء أول شيء يعود للتقرير الطبي وتقييم اللجنة الطبية العامة في دبي وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها. ثاني شيء، نحن صح أن اللي كان هذا أن بعض الأشخاص ممكن يحصلون على الإعفاء، ولكن نحن ننصح جميع أفراد المجتمع بلبس الكمامة في الأماكن العامة بمن فيهم الحاصلين على الإعفاء. يعني كثر ما يقدرون نتمنى أنهم يلبسونها، لكن يعني حتى لو أنهم ما راح مثلا يتخالفون أو أن هذا، لكن أيضا لبس الكمامة عشان يعني كثر ما يقدرون لسلامتهم وسلامة اللي حولهم، وهم شيء سلامتهم بعد، لأن يعني هم بيكونون معرضة أكثر. فيعني هذا خبر من الأخبار. أيضا الرابط اللي ممكن هم يقدمون فيه الطلبات موجود على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لنا. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي في الأرقام الخاصة بخدمات طب الأشعة في هيئة الصحة، حيث أن هيئة الصحة المستفيدين من الخدمات خلال هذا العام أكثر من 250 ألف شخص. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن مركزين عليها بشكل يومي هي سلسلة من الفعاليات اليومية الرياضية اللي ممكن الشخص يمارسها في إمارة دبي أو أيضا يمارسها من خلال نشاطات المنزلية، نحطها بشكل يومي مع سلسلة من الحلقات مع عبد الله. هذه تقريبا أشياء الخاصة بقنوات التواصل الاجتماعي. لكن قبل ما نختم نحب أيضا أن نذكر أن بوابة مستشفى دبي المحاذية لشارع أبو بكر الصديق بتكون مغلق، يعني بتبدأ يعني يغلقونها 15 نوفمبر، ونتمنى بسوي أعمال التوسعة الخاصة بالمبنى الجديد، مبنى العيادات الخارجية الجديد في المستشفى. ولكن نحن نتمنى من أشخاص يروحون مباشرة للأبواب الثانية اللي هي موجودة على شارع البراحة وعلى شارع الخليج. قبل ما نختم نتمنى من الجميع السلامة، ونتمنى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأهم شيء غسل اليدين وعدم لمس الأنف والفم والعينين بدون ما يغسلون إيدهم أو يعقمونها قبل. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة زميلتنا أسماء الجناحي، شكرا لك، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بخصوص موضوع مبادرة الإعفاء بعض فئات المجتمع من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، دكتورة هند، طبعا يعني هاي المبادرة بين هيئة الصحة وشرطة دبي ومكتب اللجنة الطبية. طبعا أكيد دكتورة هند في اشتراطات للإعفاء وهناك لجنة خاصة، وأيضا دكتورة لو نتحدث معاك هناك طبعا في حالات اللي يعني بيتم دراسة إعفائها من ارتداء الكمامات. طبعا هذا الإعفاء في الحالات الخاصة فقط، يعني دائما نذكر الناس أنه ارتداءكم للكمام هي وقاية لكم من عدوى كوفيد 19. صحيح. في حالات كثير متأذية من ارتدائها للكمام، هي فقط هاي الحالات اللي راح ينعطالها الإعفاء. يعني هو مش إني أنا متضايق مو قادر أتنفس معناته أنا ما راح، خلاص راح أقدم على إعفاء وبيعطوني إعفاء من ارتداء. صحيح. ما زال ارتداء الكمام هي إحدى الإجراءات الرئيسية والوقائية في حمايتك من ضد عدوى كوفيد-19، لكن إذا أنت حصلت على هذا الإعفاء لازم معناته أنت تحافظ على المبدئين الثانيين اللي نحن نحميك فيه من عدوى الكوفيد، اللي هي تتجنب الاتصال، يعني تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين. نعم. إلى جانب حفاظك على
على نظافة يديك طوال الوقت باستخدام الماء والصابون أو كان الجل المعقم. وطبعا إذا لاحظت على نفسك أي أعراض طبعا ما تخرج من المنزل. إذا لاحظت على الأشخاص الثانيين عندهم عدوى أيضا تحرص أنك أنت تتجنب الاتصال المباشر معهم. صحيح دكتورة هند، شكرا لك. ومستمعين الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بنرجع مع الدكتورة مرة ثانية لموضوعنا اليوم كوفيد-19 والإنفلونزا. خلكم يانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ونذكركم أيضا بالتواصل معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع مستمعين الأعزاء مع فقراتنا لهذا اليوم، فقرة مستجدات كوفيد-19. اليوم معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا بك وسهلة دكتورة مرة ثانية في برنامجنا، وتحت عنوان كوفيد-19 والإنفلونزا. مرحبا للجميع المستمعين. دكتورة، طبعا كوفيد-19 والإنفلونزا هناك في تشابه واختلاف في العلامات والأمراض، قد تختلط أيضا على كثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء. طبعا يزداد أو تزداد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية بين الناس وبمختلف طبعا الفئات العمرية. دكتورة، لو تخبرينا عن أوجه التشابه والاختلاف بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية من حيث الأعراض. طبعا احنا كلنا نعرف ان دخلنا موسم الشتاء، وبدت الانفلونزا واعراض البرد بحكم تغير الجو. صحيح. والناس صارت تطلع اكثر وكذي، فتكثر عنا اعراض نزلات البرد والانفلونزا. وهاي السنه هي سنه استثنائيه لانها تصادف جائحه كوفيد-19. عشان أنا أقول لك شو أوجه الاختلاف والتشابه، أنا أقول لك وايد صعب أنك أنت تميز ما بين الكوفيد والإنفلونزا. الشيء اللي أنا أقدر أميز في ما بينهم أنهم أعراض الإنفلونزا تكون شوية خفيفة، لكن فيها أعراض. كوفيد-19 في بعض الحالات تكون بدون أعراض، يقولون إحنا ما نحس بشيء، ما فينا شيء. ففي فرق أن الإنفلونزا فيها أعراض، وساعات الكوفيد ما يكون فيها أعراض. والكوفيد في كثير من الناس يشتكون انهم يفقدون احساس الشم. صحيح. والتذوق عندهم. نعم. الانفلونزا هذا الشيء ما يكون جدا واضح عندهم. التشابه فيما بينهم كبير، اثنيناتهم يهم الحمى، آلام في الجسم، السعال. الأطفال بالأخص الأطفال يهم القيء والإسهال. هي الأعراض كوفيد وإنفلونزا هي نفس أعراض أي حد عنده نزلات برد، فالتشابه يتشابهون في الأعراض، لكن الاختلاف مثل ما قلت لك عبد الله. نعم. أيضا دكتورة، يعني نتحدث شوي أكثر عن هناك طبعا في هيئة الصحة دائما الكثير من المبادرات والحملات اللي تنظمها هيئة الصحة بدبي لمختلف الأشياء، وبالأخص تطعيم موظفين الدوائر الحكومية بدبي ضد إنفلونزا الموسمية وأهمية أخذ لقاح الإنفلونزا. دكتورة هند، طبعا احنا حين دخلنا موسم الإنفلونزا. نعم. ونزلات البرد، وإحنا نعرف أن تطعيم الإنفلونزا هو تطعيم يؤخذ سنويا، أنت لازم تأخذه كل سنة بحكم طبيعة فيروس الإنفلونزا أنه شديد التغير وشديد التعرض للطفرات. نعم. يغير من شكله وايد، فعسب شي تطعيم الإنفلونزا ينزل كل سنة ويكون محتوي على أكثر السلالات شيوعا أنك أنت تصاب فيها في هاي السنة. هي تؤخذ سنويا، ولأن إحنا حين دخلنا في موسم الشتاء، فإحنا ننصح الجميع أنهم يأخذون هذا التطعيم، والأفضل أنهم يبدؤون يأخذونه من
أكتوبر نوفمبر. طبعا هو يقدر ياخذ إلى نهاية موسم الشتاء، لكن هو الأفضل أنك تأخذه في هذا الوقت الحالي. صحيح. إحنا قدمنا مبادرة، هيئة الصحة قدمت مبادرة أنها تقوم بحملات تطعيم للجهات الحكومية والاتحادية التابعة لإمارة دبي. استهدفنا حتى الآن أكثر من 25,000 موظف. نعم. نروح لهم إلى مقر عملهم تسهيلا لهم، ونسرع لهم عملية أخذهم للتطعيم. وإلى جانب إحنا نعرف أن هم أسهل لهم أن يجيهم شخص ويعطيهم التطعيم في مكان عملهم. صحيح. حتى الآن غطينا طبعا موظفينا، بدينا بموظفينا التابعين لهيئة الصحة في دبي في جميع الإدارات. هذا التطعيم اختياري ليس إجباري، هذا أي حد حاب ياخذ ياخذ، لكن إحنا ننصحكم أنكم تاخذونه، لكن هو ليس بإجباري. رحنا للدائرة التنمية الاقتصادية، جمارك دبي، الدفاع المدني. نعم. وغيره غيره العديد من الجهات الاتحادية والحكومية في إمارتنا مستمرين. أي حد من هاي الجهات حاب أنه يحصل على هاي الخدمة يقدر يتواصل معنا، وإحنا نوفر له الفريق العمل المتخصص المتكون من طاقم طبي وإداري، ونروح لهم في الوقت والمكان اللي يناسبهم. صحيح. وأيضا دكتورة، يعني مثل ما تفضلتي أن هاي مبادرة كثير جميلة، بأن يعني هيئة الصحة بدبي بسبب يعني اهتمامها في هذا الجانب، فتم التنسيق بينكم وبين الجهات الحكومية بحيث أن يعني تم تطعيم موظفين حكومة دبي كلا في حسب موقع يعني وخلال ساعات العمل. دكتورة، لو نتكلم عن يعني الفئات، هل هناك فئات دكتورة معينة هي عرضة أكثر، أو أنكم تنصحون أنهم يأخذون التطعيمات في البداية، ولا أنه يعني المفروض الكل يأخذ التطعيمات هاي؟ هو بداية إحنا ننصح الكل. نعم. التطعيم يؤخذ من عمر 6 أشهر فما فوق. صحيح. هو آمن من 6 أشهر فما فوق، لكن هناك فئة احنا نقدر نقول عنها أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض. إذا لا سمح الله ياهم الإنفلونزا، معناته لهم احتمالية أنهم يصابون بهاي المضاعفات أكثر من غيرهم. اللي هم الحوامل طبعا. الكثير بيقول كيف دكتورة تقولين احنا ناخذ واحنا حوامل؟ لا، هذا التطعيم جدا آمن، انتوا تقدرون تاخذونه حتى وانتوا حوامل. الكبار في السن اللي ما فوق العمر 65 فما طالع، هذول احنا نعرف انه بحكم عمرهم ومناعتهم وكذي هم معرضين للاصابه بالمضاعفات اكثر مما غيرهم. صحيح. الاطفال الاقل من 5 سنوات احنا ننصح انهم ياخذون هذا التطعيم. اصحاب الامراض المزمنه مثل السكري وضغط الدم وامراض القلب وما غيره، هذول بحكم امراضهم المزمنه اللي تعب جهازهم المناعي فهم لهم قابلية أنهم يصابون بالمضاعفات أكثر من غيرهم. وطبعا أصحاب الهمم، هاي هي الفئات اللي إحنا ننصح ولنسميهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض. إحنا ننصحهم ونركز عليهم وبشدة أنهم يأخذون تطعيم الإنفلونزا، وبالأخص في هذه السنة لأن هاي السنة تصادف جائحة كوفيد. نعم. أيضا دكتورة، مثل ما ذكرتي يعني الاهتمام والأخذ بالاعتبار بخصوص موضوع الإجراء الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وبسبب أن الفيروس ما زال موجود. لو نذكر مستمعينا الأعزاء دكتورة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة في الأماكن العامة. أول شيء أنا أقدر أقوله للكل، إذا عندك أي أعراض، حمى، عدوى تنفسية، طبعا يفضل أنك أنت تظل في البيت إلى ما هاي الأعراض تروح عنك. ثانيا، إذا لاحظت هذا المكان اللي أنت رايح له جدا مزدحم، غير وجهتك. الأماكن كثيرة والاختيارات عديدة، إحنا ننصح أنك أنت تغير وجهتك وتروح لمكان أقل ازدحاما. طبعا دائما أذكركم بالثلاث إجراءات الضرورية اللي لازم الكل الحين خلاص حافظنها. صحيح. اللي هو لبسك الكمام بالطريقة كلنا حفظناها. صحيح. دكتورة. وبعد في الإعادة التكرار عبدالله لازم نعيد ونزيد دائما. صحيح. سبحان الله، يعني يمكن الواحد يغفل عنها. صح. تحافظ على نظافة إيدينك، لأن إحنا نعرف أن الكوفيد ينتقل عن طريق الرذاذ، ونفس الشيء الإنفلونزا الرذاذ الملوث. فأنت تحافظ نظافة إيدينك، تحرص على ارتداء الكمامك، وتحافظ على مسافة كافية فيما بينك وبين الآخرين لا تقل عن 2 متر. نعم. دكتورة هند العوضي، شكرا لك الحقيقة على جهودكم المهمة، وخاصة
خلال الفترة هاي مع جائحة كورونا، وأيضا مبادراتكم الجميلة في هيئة الصحة بدبي، وأيضا يعني المبادرات اللي دائما يعني تسوونها واللي هي تزيد نسبة يعني الوعي لدى أفراد المجتمع عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك ولفريق عملك المبدع. مستمعين الأعزاء، بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان متلازمة الطفل الأزرق. خلكم ويانا إن شاء الله دايما مع صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نستقبل اتصالاتكم وآراءكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ معاكم مصطلحنا لهذا اليوم تحت عنوان متلازمة الطفل الأزرق. طفل مزرق أو أزرق تحدث عادة بسبب تشوه في القلب يمنع دم الطفل من أن يصبح مؤكسجن بالكامل، ويعكس اللون أيضا المزرق حالة الدم غير المؤكسجة. أحيانا يتم استخدام مصطلح الطفل الأزرق أيضا على الطفل المصاب بالزرقة بسبب فشل الرئتين في تزويد الدم بالأكسجين. هذا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم. وأما فقرتنا التغذية اليوم تحت عنوان وجبات صحية خفيفة لمرضى السكري. طبعا مستمعين الأعزاء، يحتاج مرضى السكري لعناية غذائية تختلف وخاصة تتناسب مع احتياجاتهم من نسبة الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وغيرها للحفاظ على معدلات السكر الطبيعية وتفادي المضاعفات السلبية لهذا الداء. ولأهمية هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء معانا اليوم الأخت ثريا عوض التميمي، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أختي ثريا، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور أخوي عبد الله. الله يحييك. طبعا اليوم نشكركم على اختيار هذا الموضوع، ونحن طبعا تماشيين مع يعني برنامج التوعية بخصوص شهر السكري. طبعا المرضى المصابين بداء السكري لهم يعني أهمية خاصة وعناية خاصة في هيئة الصحة بدبي. طبعا حديثنا اليوم معاك اختي ثريا عن وجبات صحية خفيفة لمرضى السكري، حابين نتحدث معاك في البداية عن أهمية الغذاء الصحي المناسب للشخص المصاب بداء السكري. طبعا مثل ما انت ذكرت اخوي عبد الله، نظرا لاهميه هذه الفئه ولكونها تحتاج العناية طبيه وتغذويه عشان تحسن من حالتها الصحيه، نعم. اليوم احنا بنركز ان شاء الله على دور التغذيه وبالاخص الوجبات الخفيفه الصحيه اللي يقدر مريض السكري ان ياخذها دون قلق، وطبعا بنتطرق الى خصائصها ومواصفاتها وانواعها. خلنا أخوي عبد الله أول شيء نعرف شو هي الوجبة الصحية الخفيفة. هي عبارة أو وجبة خفيفة مثل ما نحن نذكرها، هي عبارة عن وجبة صغيرة تكون غالبا بين الوجبات الرئيسية، يمكن تناولها بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الوجبة الرئيسية. شو أهميتها؟ تكمن أهميتها دائما في المحافظة على مستويات السكري في الدم، وتحد أيضا من ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم واللي يؤدي إلى مضاعفات مثل ما ذكرت أخوي عبد الله، مضاعفات سلبية لمرضى السكري. نعم. وأيضا الأهمية الأساسية أن تحد من الجوع أو الشعور، تحد من الشعور بالجوع لمريض السكري، فتعطيه طول اليوم أنه ما يحس بالجوع وما يل للوجبة الرئيسية أن يأكل بكثرة. مهم جدا في الوجبة الرئيسية، في الوجبة الخفيفة لمرضى السكري، إنها ما تتعدى بين وجبتين إلى ثلاث وجبات في اليوم، ودائما وغالبا يوم بيختارها لازم تستوي على حصة واحدة من الكربوهيدرات،
حصة الواحدة تكون تتراوح بين 10 إلى 20 جرام من الكربوهيدرات. نعم. ومن ضمن تفضل. تفضلي أختي. ومن ضمن طبعا الوجبة الخفيفة لازم يكون يعني تكون منخفضة الكربوهيدرات مثل ما قلنا، على أساس أنه يوم يأخذها دون قلق، ويقدر يأخذها في أي وقت. صحيح. معظمها تكون عالية في الألياف، وطبعا مثل ما نحن نعرف والمستمعين يعرفون أن الألياف تساهم بشكل كبير جدا في المحافظة على مستويات السكر في الدم، لأنها تبطئ عملية ارتفاع السكر في الدم. نعم. أيضا أختي ثريا، موضوع يعني التوازن في الوجبات الغذائية الخاصة، يعني نحن نعرف اليوم أن ما في وجبة خاصة فقط للناس المصابين بداء السكري، ولكن أنتوا أيضا أختي ثريا دائما تنصحون المصابين بداء السكري بالالتزام بالوجبات الصحية، الالتزام بالوجبات المتوازنة، بحيث أن هاي الوجبة أو الصحن هذا يكون يعني مقسم، بحيث أن يكون فيه جميع الاحتياجات اللي يحتاجها الشخص، سواء من الكربوهيدرات أو النشويات أو الحبوب أو البروتينات وما شابه ذلك. لو نتكلم معاك اليوم أختي عن موضوع يعني أهمية الوجبات الخفيفة اللي دائما أنتم كأخصائيين يعني التغذية تنصحون فيها المصابين بداء السكري، وكيف أيضا يعني نقطة مهمة أختي الالتزام، يعني التزام المرضى المصابين بداء السكري بالكمية والنوعية أيضا مهمة بالنسبة لهم، وأيضا بنتطرق لموضوع أختي دور الرياضة في الحد من مضاعفات السكري. نعم. نحن أهم شيء في الوجبة الخفيفة الصحية الاختيار، مثل ما أنت قلت. نعم. الاختيار أني أنا أختار بشكل صحي. عندنا هنا نوعين من الوجبات الخفيفة الصحية، في وجبات خفيفة صحية موجودة في البيت وفي متناولنا، وممكن تكون في وجبات صحية نحن نشتريها من برا اللي نعم. تكون في السوبر ماركت وما إلى ذلك. هذه الوجبات طبعا الخفيفة اللي نشتريها من برا تعتمد على ثقافتنا في قراءة البطاقة الغذائية اللي هي النيوتريشن فاكت ليبل، اللي تحدد لنا نعرف نحن كم فيها من الكربوهيدرات. ومثل ما أنا ذكرت من ساعة أن المفروض تحت الوجبة الخفيفة تكون بين 10 إلى 20 جرام من الكربوهيدرات. فأنا أشوف أول شيء هذه الوجبة الخفيفة هل هي خالية من السكر، قليلة الدسم، احتوائها من الكربوهيدرات هل هو متناسب لي؟ إذا كان متناسب لي وعالية في الألياف ممكن أنا أعتبرها هاي وجبة صحية خفيفة. صحيح. أما بالنسبة للوجبات الخفيفة اللي في المتناول اليد وموجودة عندنا في البيت، خلنا نشوف أمثلة أخوي عبد الله من الوجبات اللي تحتوي على الأقل من 10 إلى 20 جرام من الكربوهيدرات. عندنا مثلا نص حبة موز، عندنا مثلا ربع كوب من خليط من الفواكه المجففة والمكسرات. نعم. طبعا المكسرات اشترط انها تكون غير محمصة وغير مملحة، نية يعني. ايوه نية تكون. صحيح. عندنا ثلث كوب من الحمص اللي هو الدنقو، ويكون مخلوط معاه الخضار الطازجة. اذا خلطنا هذا الكوب مع ثلث كوب من الحمص تعتبر وجبة مناسبة. عندنا ثلاثة اربع كوب من التوت المشكل البيريز يعني. نعم. المشكلة. عندنا شريحة خبز من القمح الكامل، وممكن نضيف ملعقة طعام من زبدة الفول السوداني. وخليني أضيف نقطة معينة، أهمية الدهون الجيدة اللي هي الدهون الغير مشبعة، وجودها مهم جدا، احتوائها طبعا بنسبة معينة وبسيطة في الوجبات الخفيفة الصحية، لأنها تساهم في الحد من الجوع، يكون الواحد ما يوع زيادة إذا خد فيها نسبة دهون، أو حتى تكون نسبة بروتينات فيها الوجبة. فممكن زبدة الفول السوداني إذا الواحد خداها ملعقة صغيرة مع شريحة من الخبز القمح الكامل ممكن تعتبر وجبة خفيفة. عندنا حبة صغيرة من التفاح أو البرتقال. عندنا نص كوب من حليب قليل الدسم اللي هو الحليب الشوكولات، ممكن أن يأخذونه بس يكون قليل الدسم. عندنا أيضا الفشار أو نحن نسميه الفراخ، ممكن أن يأخذ 3 أكواب من الفشار بس يكون طبعا شرط أنه قليل الدسم، وطبعا إضافة الملح تكون قليلة جدا. نعم. أما إذا كان عندنا وجبات خفيفة أقل من 5 جرام، وهذا اللي نحن نقدر أن نلعب فيه في وجباتنا، ممكن نأخذ هاي الوجبات تكون خفيفة جدا وما فيها نسبة كربوهيدرات ونقدر نأخذها بأريحية،
عندنا احنا 10 حبات من اللوز مثلا، ومثل ما ذكرنا يكون غير محمص وغير مملح اللي هو الني. صحيح. عندنا كوب واحد من الخيار المقطع، ممكن نضيف له صلصه من الصلصات الجاهزه بس تكون ملعقه صغيره مثل الرانش دريسنج ولا اي نوع من انواع الصلصه ما يمنع. ممكن نضيف سلطه مشكله من الخضار ونضيف عليها قليل من الزيت اللي هو زيت الزيتون والخل، هاي النكهات. ممكن الأوريغانو كنكهة، لأن هذه أوريدي ما تحتوي على نسبة من كبيرة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات. صحيح. ممكن 5 حبات من الجزر الصغير اللي هو البيبي كارت. نعم. بعد يعتبر من الوجبات الخفيفة. 8 حبات من من الزيتون الأخضر بعد يعتبر. صحيح. أختي ثرية ما قصرتي، مشكورة. الأخت ثرية عوض التميمي، أخصائية التغذية السريري بهيئة الصحة بدبي، شكرا لهالمعلومات القيمة، وكل الشكر لك وأيضا للفريق العمل معك، شكرا جزيلا. العفو أخوي عبد الله. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت أختنا ثرية بأن مهم جدا الثقافة للمصابين بداء السكري لمعرفة يعني التوازن الغذائي، وأيضا مثل ما ذكرت اليوم الوجبات الخفيفة بشكل يومي. وننتقل من فقرة التغذية إلى فقرتنا الثانية، تقنية المعلومات أو فقرة التقنيات الحديثة، وتحت عنوان تقنية للكشف عن خطر الولادات المبكرة. ومعانا اليوم الدكتورة شذا سيف العجلة، عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي. دكتورة شذا، صبحت الله بالخير والعافية. صباح النور أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة. طبعا تقنية الكشف مستمعين الأعزاء عن خطر الولادات المبكرة هي إحدى التقنيات الجديدة التي تسعى دائما هيئة الصحة بدبي لتطبيقها والاستفادة منها في منشآتها الصحية. دائما الهيئة تسعى لتقديم خدمات مميزة للمرضى. حديثنا اليوم مع الدكتورة شذا. طبعا دائما دكتورة تتحفين أنت ما شاء الله عليك بالتقنيات الحديثة اللي موجودة، سواء يعني في هيئة الصحة بدبي أو حتى التقنيات اللي تحت يعني الدراسة. دكتورة، لو تعطينا فكرة عامة عن هاي التقنية اللي هي الكشف عن خطر الولادات المبكرة. طبعا بالنسبة لهذه التقنية، هي احنا تعرفنا عليها عن طريق شركة كورية. نعم. الشركة هذه أيضا كانت ضمن الشركات اللي عرفناها في برنامج مسرعات دبي المستقبل. وطبعا تعرف أن أي شركة يعني أو أي تقنية جديدة نحن لازم أن نتأكد أن هي مجربة، أو أن نحن نجربها أيضا بعد التأكد من سلامة هذا الشيء يعني. صحيح. بالنسبة لهذه التقنية، هي مجربة في بريطانيا ولها نتائج إيجابية يعني. والتقنية هذه تكشف عن مبكرا، تكشف عن احتمالية أو عن خطورة حدوث ولادة مبكرة بالنسبة للأم الحامل يعني. نعم. هي عبارة عن جهاز صغير جدا محمول باليد يعني، جهاز ألترا ساوند يعتبر وايد صغير مقارنة بالأشياء الموجودة. فهذا هو المميز في الجهاز، انه اكثر ساوند لكنه صغير ومحمول باليد، ويستطيع ان يكتشف احتماليه حدوث ولاده مبكره. نعم طبعا دكتوره، اكيد الجهاز هذا مهم، وبالاخص يعني يبين للمراه الحامل اذا لا قدر الله في هناك بعض دلالات أو بعض المؤشرات للولادة المبكرة. دكتورة، التقنية هاي مثل ما أنت تفضلتي إنها يعني مجربة في بعض الأماكن، شو الفكرة أو خطتكم المستقبلية بالنسبة لي يعني استخدام هاي التقنية بهيئة الصحة بدبي؟ طبعا هذا الجهاز ما زال قيد التطوير يعني. نعم. تطورونه ويحسنون عليه، احنا متواصلين مع الشركة يعني من بداية 2020 ونحن على تواصل معاهم، لأن ما زال يحتاج تطوير. مثل ما قلت لك، احنا دائما يعني نحاول انه نجيب الشيء اللي جديد وفريد. صحيح. يعني فيه خاصية جديدة فما يكون موجود ومتوفر، عشان كذا يكون بعده ممكن يحتاج تطوير أو تحسين.
إن شاء الله أول ما يجهز بنجرب إن شاء الله في هيئة الصحة وفي عيادة النساء والولادة إن شاء الله. صحيح. أيضا دكتورة لو نعرف مستمعينا الأعزاء، أكيد طبعا هاي تقنية مثل ما أنت تفضلتي من التقنيات اللي ما زالت يعني في طور التطوير والتحديث، لو نتكلم معاك دكتورة عن يعني المقارنة، إذا قارنا بين الجهاز هذا وبين الطرق الحالية المتبعة. طبعا اللي يميز هالجهاز هو سهولة حمله يعني وتنقله من مكان لمكان. نعم. هو جهاز التراساوند صغير ودقته عالية جدا مقارنة بحجم، مقارنة بالموجود دقته عالية جدا، فيستطيع أن يكتشف احتمالية حدوث الولادة المبكرة بطريقة أدق وطريقة مبكرة أكثر عن الطرق الموجودة. فإذا اكتشفنا هذا الشيء طبعا قابلية حدوث الولادة المبكرة، ممكن ان نحن نستفيد من هالشيء بان نحن نتجنبها او نعالجها، نعالج اسبابها يعني اللي ممكن تؤدي لهذا الشيء. وطبعا ما يعني اقدر احصي فوائد هالشيء بان احنا تجنبنا الولادات المبكره، اصلا وايد منتشره، ممكن طبعا تحفظ الام وتحفظ حياه الجنين يعني. صحيح. هذه من فوائد الجهاز يعني انه هو صغير ومحمول باليد ومتنقل وأوفر عن الطرق الموجودة لأنه صغير وكذا يعني، ففوائد لفوائد يعني من غير أنه أدق في اكتشاف هذا الأمر. صحيح. وأيضا دكتورة هناك يعني كثير من العلاجات موجودة في هيئة الصحة، ومثل ما ذكرتي في عيادات النساء والولادة والحوامل، اللي هي ممكن إذا تم اكتشاف يعني خطر يعني مثلا الولادات المبكرة، هناك في كثير من العلاجات اللي ممكن يعني إذا تم يعني اكتشاف إن في مثل هاي المشكلة، مثل ما قلتي دكتورة، إنه ممكن يتم إسعاف الـ 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 الأم أو الجنين يعني مبكرا على أساس إنه يكون هناك في تدخل علاجي في هذا الموضوع. طبعا يكون في تدخل سواء قبل أو بعد، يعني هو الاكتشاف يخليك تتجنب حدوث الولادة المبكرة أصلا. نعم. فبالتالي أنت يعني تحفظ، تنقذ حياة البيبي هذا وتخليه يكمل يعني مدة الحمل تكمل كاملة بشكل طبيعي. صحيح. طبعا دكتورة أكيد يعني نحن في هيئة الصحة بدبي هناك عيادات في أماكن، في مستشفى مثلا مستشفى لطيفة، مستشفى راشد، وأيضا هناك في المراكز الرعاية الصحية الأولية بعض العيادات تقدم خدمات لأمراض النساء والولادة والحوامل. كيف بيكون دكتورة يعني في حال تم يعني مثلا تجربة هذا الجهاز، كيف بتكون الآلية واستخدامها في هيئة الصحة؟ بالنسبة لهالأمر طبعا يعني أنا قلت لك أن هذا الشيء ما زال يعني ما التجربة ما بدت. صحيح. مشروع التجريبي بعده ما بدأ، ونحن نحب دائما نحن نتأكد أن من سلامة الأجهزة هذه قبل ما نطبقها. نعم. في أجهزة وايد ممكن الواحد يستعملها قبل التدريب يعني، لكن احنا نتأكد من سلامتها قبل. ونفس ما قلت لك هي مجربة في بريطانيا لكن ما زال قيد التطوير يعني الجهاز، فبعد ما تنتهي مرحلة التحسين والتطوير نحن بنحط خطة إن شاء الله لتجربة هذا الجهاز على عدد معين من المرضى، سواء في عيادات أو في مستشفى معين يعني، وبعدين يعني إن شاء الله بنكتشف كيف تكون التجربة هذه. صحيح. وأيضا دكتورة يعني في حديثنا معاك في حلقات سابقة نحن تكلمنا معاك بأن الجميل في يعني الموضوع هذا أن يعني في حال إذا هيئة الصحة بدبي تقوم ب يعني مثلا تدخل بعض التقنيات الحديثة في خدماتها، وبالأخص إذا مثل هذه التقنية دكتورة الكشف عن خطر الولادات المبكرة، دائما أنتم تستعينون في دراستكم بال يعني المرضى المتابعين بهيئة الصحة بدبي في أماكن مختلفة. فلو نتكلم شوية دكتورة في هذا الجانب، لأن الدراسات اللي تم يعني على متعاملين ومراجعين هيئة الصحة بدبي طبعا أكيد بتستفيدون منها أكثر أنها تكون دراسات على مرضى من خارج هيئة الصحة بدبي. طبعا هو نعم بيجرب في هيئة الصحة في دبي لكنه يعني مجرب سابقا. صحيح.
فبالنسبة لاختيار المرضى يعني طبعا الدكاترة المختصين هم أكثر يقدرون يعني يحددون هذا الأمر، هم اللي يرجع لهم هالشيء ويكون طريقة يعني دقيقة وطريقة مدروسة إن شاء الله. وبيكون على مرضى هيئة الصحة يعني سواء صحيح. في مستشفى دبي أو في العيادات أو غيره. هو الحلو فيه أيضا أنه متنقل، فبسهولة ممكن أنه يعني يكون في العيادات أو في أماكن ثانية يعني مو بس في مستشفى. صحيح. وأيضا دكتورة مثل ما ذكرتي بأن يعني سهولته وحجمه الصغير يكون سهل في التنقل من مكان إلى آخر. صحيح. دكتورة شذا، لو كلمة أخيرة تحبين نصيحة توجهينها لمستمعينا الأعزاء وبالأخص لفئة الحوامل اللي مستقبلا إن شاء الله بيستفيدون من هاي التقنية اللي هي الكشف عن خطر الولادات المبكرة. بالنسبة لهذا الأمر يعني هو أمر شائع ومنتشر، لكن الحمد لله أن الإنسان يقدر يعني عن طريق التقنيات هذه بفضل الله عز وجل أنه يقدر يتفادى هذا الأمر، وفي علاجات في طرق أن الواحد يتجنب هذه الولادات المبكرة، فالحمد لله يعني الواحد يطمن يعني وجود هذا الشيء. صحيح. دكتورة شذا سيف العجلة، عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك ولفريق العمل معك، مشكورين ودائما يعني بالتوفيق. شكرا. شكرا لك. مستمعين الأعزاء، قبل لا ناخذ أو قبل لا نختم فقرتنا لهذا اليوم، عندنا خبر عن أفضل المكملات الغذائية للوقاية من الأكزيما في فصل الشتاء. ومثل ما تعرفون أن الأكزيما من الأمراض المزمنة وأمراض جلدية، ويصيب طبعا هذا المرض فئة كبيرة من الأطفال، ويعتبر طبعا من الأمراض المزمنة، ويمكن أن يتأثر هذا المرض بالظروف المحاطة، سواء يعني الأكل أو تغييرات الجو، وأيضا درجات الحرارة ممكن أن تأثر على الحالة الصحية. طبعا هناك يعني جفاف في الجلد وتأثير الحكة واحمرار أيضا وتشقق في الجلد، ولكن تناول مكملات غذائية مثل فيتامين سي بانتظام قد يسهم في تخفيف أعراض، حيث يعتبر من العناصر الغذائية الأساسية للبشرة، إذ يساعد في إنتاج الكولاجين. وأيضا قالت الدراسة المتخصصة في التغذية الأستاذة جيلان، أن قد يؤدي تعديلات نمط الحياة مثل شرب الماء بشكل مستمر وتناول بعض المكملات الغذائية التي تخفف جفاف الجلد، وحسب خبراء يمكن أن يساعد قص الأظافر وارتداء ملابس خفيفة من أضرار الناتج عن الأكزيما. وبهذا الخبر مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. نشكر فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وأيضا شكر وتقدير لفريق التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وشكر خاص لمخرجنا المتألق هذا نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم دائما بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.